السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب نادر حسين القرشي. اليوم بإذن الله بشرح مسألة في مادة الاقتصاد الهندسي بإشراف الدكتور محمد الأشهر. عندي في هذا السؤال طلب عندي في البداية أن يرسم draw the cash flow diagram. في المطلوب الثاني calculate the equivalent annual worth. في البداية أنا أرسم، لو نلاحظ الجدول عندي أنا لمدة 10 سنوات. فبداية لما نجي أرسم أبدأ من الصفر، فلأن الجدول بدأ عندي من رقم 1 من أول سنة، فراح يكون عندي في الصفر لولا قيمة. راح أبدأ من أول سنة، فأول سنة راح يكون عندي ريفينيو بقيمة 0 والإكسبنسس بقيمة 200، وثاني سنة راح يكون بقيمة 0 للأعلى وللأسفل 200، وثالث سنة راح يكون عندي للأسفل 200، رابع سنة راح يكون عندي 1000 للأعلى، 900 للأعلى في خامس سنة، وثالث سنة 800 للأعلى، وسابع سنة 700، وثامن سنة راح يكون عندي 600، وتاسع سنة راح يكون عندي 500، وعاشر سنة راح يكون عندي 400. طبعا لو نلاحظ هذه كلها قيمة واحدة لكن في حالة تناقص. وطلب مني في السؤال نستريت راح يكون عندي 10% using the minimum number of factor. نحدد السيريس في القيم. في البداية راح يكون عندي 200 للأسفل annual، وراح يكون عندي 1000 annual للأعلى، وراح يكون عندي الجي سالب 100. المطلوب الثاني طلب عندي calculate the annual worth. راح نبدأ في 200. الميتين هذه راح تكون annual، نحولها للبرزنت، راح يكون عندي ناقص لأن الأسفل ناقص 200، طبعا هي annual أحولها للبرزنت، راح يكون بي كيفن A 10% انسريت، راح يكون عندي لمدة 3 سنوات. بعد ما أحولها للبرزنت أحولها للannual جميع السنين، راح يكون عندي الA كيفن B لمدة 10 سنوات. كده يكون طلعنا الانيوال للميتين. اروح للقيمة السنجل الالفين، راح تكون عندي بالناقص ناقص 2000، طبعا احولها للفيوتشر، راح يكون عندي الاف جيفن بي نسريت عندي 10% لمدة سنة. بعد ما احولها للفيوتشر احول الانيوال A given F 10% لمدة 10 سنين. كده يكون جبنا annual للألفين. نروح نجيب annual للألف، راح تكون عندي بالموجب لنا الأعلى موجب 1000، أحول للبرزنت يكون عندي B given A 10% لمدة 7 سنين، B given F 10%. كده يكون حولنا القيمة للبريزنت. نرجع نحول الانيوال لجميع السنوات، راح يكون عندي ال A given B لمدة 10 سنوات. كده جبنا الانيوال لقيمة 1000، راح يكون عندي باقي الجي ناقص 100، بي جيفن جي انسات راح يكون عندي 10% 7، بي جيفن اف 10% 3 سنوات، والاي جيفن بي 10% مزد 10 سنوات، راح يطلع معايا 220.23. كذا يكون انتهينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.